اليوم بعدنا بنفس الدرس بهذا الفيديو بدنا نحل اكزرسيس 12 من درس الريبير بعدنا الفيديو السابق خلصنا ال 11 فهلا ال 12 اول بارتي طبعا 12 كبير شوي عباره عن 10 بارتي بس كل بارتي ما بدها وقت كثير يعني ما بدها شغل كثير مفترض كمان نحسه هذا الاكزرسيس سهل فاذا اول بارتي قايل لي بدي ارسم لاحظوا اعطيني ثلاثه دروات دي ودي بريم ودي دوبل بريم عم يقول لي ترسي ارسم هول ثلاثه دروات طيب فانا بدي ارسم الدروات دي طبعا اي خطا بهي الايتاب بهي البارتي بيروح لنا معظم البارتيات تبع السؤال مش معقول نقدر نحل بقيه البارتيات ونكون رسمين دروات خطا بالريبير لذلك بدنا ننتبه كيف عم نرسم فحتى ارسم هذا الدروات طبعا بدي اختار اثنين بوان فبختار x من عند بقول سي x ايجال مثلا 0 بجيب y ساعتها y ايجال 2 فوي x 2 فوي 0 موان 3 يعني موان 3 فاول بوان هي 0 موان 3 باخذ بوان ثاني باخذ x ثاني سي x ايجال 1 مثلا بتصير y ايجال 2x يعني 2 فوي 1 موان 3 يعني ايجال موان 1 تاني بوان هي 1 موان 1 فاذا هول اثنين بوان اللي لقيتهم كافيين لحتى من خلالهم ارسم الدروات لحتى نرسمه يلا اول بوان 0 موان 3 يعني الدروات مارق هون بالاردني الاوريجين هي هيدي اصلا موان 3 بالاكواسيون مبينه شفتوها البي فاذا هي اول بوان ثاني واحد ناقص واحد يعني تقريبا هيدي هي طبعا انتو بترسموا عندكم بشكل هندسي دقيق بتحددوا البوان فانا حددتهم هلا بوصلهم مع بعض بيطلع لنا هيدا الدروات الاول اللي اسمه دي فاذا بنرسمه وبنقول هيدا دي طيب بالنسبة للدروات دي بريم كمان نفس الخبرية باخد x من عندي بقول مثلا سي x ايجال 0 بعوضها محلها وبجيب y بتصير y ايجال ناقص نص فوا 0 بلس 2 طبعا ناقص نص فوا 0 راحوا بقت y ايجال 2 يعني اول بوان 0 2 تاني بوان بقول سي اكس ايجال 2 ليش اخذت اكس ايجال 2 انا بس عشان سهل على حالي كالكول لانه الدينومينيتور هو 2 اسهل شيء ناخذ الاكس مثل الدينومينيتور او تنقسم على الدينومينيتور يعني ساعتها بتصير y ايجال ناقص نص اكس اخذت 2 محل اكس بكتب 2 بلس 2 يعني y ايجال 2 مع 2 راحت بقي مو 1 بلس 2 يعني ايجال 1 تاني بوان 2 1 فاذا صرنا قادرين نرسم الدروات اول بوان 0 2 هيدي هي اول بوان التاني 2 1 يعني هيدي تقريبا هون محلها ما بعرف اذا موجودة على الدي ولا لا ما بهمني انا عم حدد اثنين بوان لارسم اول بوان 0 2 والثاني 2 1 حددتهم فاذا بوصلهم مع بعض بكون رسمت الدروات الثاني اللي اسمه دي بريم فاذا هيدا الدروات دي بريم طيب تاني بارتي سوري بعدنا باول بارتي عم يقول ارسم الدروات دي دوبل بريم عنده الايكواسيون اكس ايجال 4 طلعوا في الايكواسيون هيدي كا بارتيكولير دي بريم اكس ايجال 4 اذا سالتكم قديش البونت عنده تذكروا شو قلنا نيكزيست با هذا الدروات ما عندوش بونت وإذا بدي ارسمه واضح انه الدي دوبل بريم بارالل لمين للإيجريك بريم او إيجريك هذا بشرح الدرس حكيناه هون اسهل شيء نرسم
هذا الدروات اللي عنده إكواسيون X إيقال 4 بروح دغري على X إيقال 4 هون X إيقال 4 برسم الدروات parallel للي Y أكس فبيطلع تقريبا هذا هو دروات D دوبل بريم عنده الإكواسيون X إيقال 4 طبعا هو parallel لمين للي Y أكس إذا قال لي ارسم دروات Y إيقال 2 مثلا تعرفوا Y إيقال 2 parallel X بريم X بيطلع شكله horizontal على كل حال وصلنا عند بارتي 2 قايل لي ايه هي البوان الانترسكسيون بين الدي والدي بريم بدنا نلاقي الكوردوني للاي حلو هادي كيف بدنا نلاقي الكوردوني للانترسكسيون بين اثنين دروات دي ودي بريم لاحظوا هذا الدروات دي هاي الاكواسيون اللي له وهذا الدروات دي بريم معنى الاكواسيون اللي له بدنا نلاقي البوان اللي التقوا فيها طبعا جرافيكمون لاحظوا جرافيكمون هيدا الدروات دي وهيدا الدروات دي بريم التقوا بهيدا البوان فاذا هيدي هي البوان اي هلا هو بصراحه اذا حدا كان عم يشوف الاكزرسيس بالكتاب قايل لي بدي لاقي البوان جرافيكمون يعني بدون ما اعمل كالكول هلا اذا واحد رسم بشكل دقيق اكيد جرافيكمون بين معه الكوردوني للاي قديش اذا سالتكم قديش الاكس للاي طالع هون جرافيك مو هي 2 قديش Y للإي جرافيك مو كمان هي 1 فإذا الإي واضح إنه هي الإي واضح إنه حتطلع معنا 2 1 هو قايل لي جيب الكوردوني جرافيك مو هلا أنا حبيت إنه نشوف جرافيك مو للبوان إي وافترضوا قايل لي لاقي الكوردوني بار كالكول يعني بدنا نعمل كالكول لنجيب الكوردوني للبوان اي لذلك حاعتبر انه السؤال هو جيب الكوردوني للاي بار كالكول مش جرافيكمون طيب كيف بنجيب الكوردوني للبوان اللي هي انترسكسيون بين اثنين دروات واحد اسمه دي عنده الاكواسيون موجوده بالفورم ريدويت والثاني اسمه دي بريم عنده الاكواسيون كمان بالفورم ريدويت طيب كيف بدي اجيب الانترسكسيون بيناتهم؟ تتذكروا قلت لكم مره خليني ازيحها شوي Y إيجال دي إكس مونتروا قلت لكم مره نحن انه اذا بدنا نجيب الانترسكسيون بين هودي الاثنين دروات معنا اياهم الاكواسيون بنعتبره هذا السيستم كانه عم يقول لي حل هذا السيستم اللي مكون من هودي الاثنين اكواسيون طيب اوكي صار عندي سيستم شو هي اسرع طريقه لنحل هيدا السيستم هل هي كومبينيزون ولا كومباريزون لاحظوا طالما الاثنين اكواسيون شكلهم Y إيقال يعني اسرع شيء نقول بار كومباريزون يعني بيجي بقول كومباري Y مع Y بقول Y إيقال Y اول Y إيقال ثاني Y إذا كتبنا أول Y دي X موان تروا إيقال تاني Y ناقص نص X بلس 2 خلقنا إكواسيون فيها البدر هو الـ X منحل الإكواسيون منكون جبنا الـ X فإذا منجيب الـ X لحد بعض بتصير 2X بلس 1 سير 2X إيقال 2 خدوا الموان تروا لهم بتصير بلس 3 طبعا هون لازم واحد الدنوميناتور هون سير 1 بقول فوا 2 فوا 2 صارت 4x بلس 1x على 2 اثنيناتهم ايجال 5 5 تعتبر على 1 وين بدنا نكمل طيب حكمل هون بهالمساحه صرنا 5x على 2 ايجال 5 سور 1 اذا عملنا x multiplication بيطلع معي 5x ايجال 10 لونك x ايجال 5 سور سوري 10 سور 5 يعني 2 هاي الـ x لمين لقيناها نحن للبوان اي وانا قلت لكم قبل شوي انه جرافيك ما واضح انه الـ x للبوان اي هو 2 طيب بدنا نرجع نجيب الـ y كمان مضطر استخدم هاي المساحه كلها سوا فاذا بقول
كمان لما جبت الاكس للبوان بدل الايغريك طبعا بتعرفوا انه بنعوض بحول حيلا اكواسيون من السيستم حياخذ اول اكواسيون ايغريك ايجال دو اكس موان 3 الاكس جبناها يعني ايغريك ايجال 2 فوا الاكس هي 2 موان 3 يعني 4 موان 3 ايجال 1 دونك طلعت معنا البوان اي بار كالكول جبناها هي 2 1 بذكركم اذا عم تقروا السؤال بالكتاب قايلكم جيبوا الكوردوني للاي جرافيك ما يعني بس اقروا له اياها على الفيجور انا حليت لكم اياها كمان لانه ممكن كثير تمروا انه جيب الكوردوني للاي بار كالكول طيب هيك خلصنا بارتي 2 ا اما بارتي 2 بي عم يقول لي فيريفي بار كالكول كمان انه الا هذه بدها مساحه Le point A appartient à la D ou D double prime. Qui fait barhen le point appartient à la droite? Qui fait barhen le point appartient à la droite? Faisant partie B, on va le vérifier par calcul. On a 4, 5. هي أبارتيان على الدروات د وال د دوبل بريم طيب خليني محي عودي كيف بدي برهن البوان أبارتيان على الدروات د أول شيء نحن نعرف الإكواسيون للد موجودة معنا بالسؤال y إيجال دي إكس موان تروا بدي برهن البوان أ أبارتيان على هذا الدروات مرق معنا أكثر من مرة بجرب عوض الكوردوني للآ وبشوف هل الكوردوني للآ بيحققوا الإكواسيون للدروات قديش Y للآ هي 5 هل بتساوي 2 فوا X للآ هي 4 موان 3 عوضنا X و Y للآ محلاتهم بالإكواسيون للد بيطلع معنا 5 إيقال 8 موان 3 5 إيقال 5 فري مزبوط فإذن le point A appartient à la D. لاحظوا D double prime عنده الإكواسيون X إيجال 4. كيف فيني برهن le point A هيدي appartient à هيدا الدروات اللي عنده الإكواسيون X إيجال 4 فيها الإكواسيون بس X لاحظوا ما فيها Y. يعني ما فيني عوض ما إلي ما بقوز أصلا Y للآ. بجي بقول نفس المنطق كيف استخدمت انا الكوردوني للا حتى برهنها ابارتيان على الد عوضنا الكوردوني للا لما لقيناها الا حققت الاكواسيون طلع معنا 5 ايجال 5 فري يعني دونك لي بوان ا ابارتيان على الد فاذا كمان بجرب عوض الكوردوني للا بالاكواسيون تبع الدروات دي بريم طيب الدروات دي بريم عنده اكس ايجال 4 الاكواسيون فأنا بيجي بقول بدي أعوض الكوردوني للآ بلاقي في بس X طيب أوكي بقول X للآ هل بتساوي 4 ما استخدمت الـ Y لأنه الإكواسيون ما فيها Y فيها X أوكي بجيب الـ X تبع الآ قديش X للآ 4 نون 4 إيقال 4 فري ولا فو فري فإذا مش الحال دونك الآ لبوان آ أبارتيان على الدروات دي والدروات دي دوبل بريم فاذا البوان ا هيدي جرافيكمون هيدي هي تقريبا هون البوان ا عند الاكس 4 والايغريك 5 هي ابارتي على الدي وعلى الدي دوبل بريم طيب هيك بنكون خلصنا بارتي 2 بنتقل عند بارتي 3 طبعا انتم بتوقفوا بهذه اللحظه بتكتبوا كل السوليسيون اللي عملناه لانه انا مضطر محي اول بارتي خليت الاكواسيون قدامكم على اللوح طيب اوكي صرنا بارتي 3
بارتي تروا عم يقول لي بدي برهن انه دي بيربانديكولار على دي بري. كيف برهن اثنين دروات بيربانديكولار دي والدي بري؟ بتعرفوا ده برهن اثنين دروات بيربانديكولار، هي البروبريتي تعلمناها انه برهن انه البونت فوا البونت ايجال الموقع. لذلك بروح على البونت للدي بقول فوا بونت للدي بري ايجال، لازم يطلع معي موقع، بعود قدي البونت للدي هي دو فوا قديش البونت للدي بري هي ناقص واحد على اثنين، راحوا مع بعض ايجال موقع فري. دونك لانه البونت فوا بونت ايجال موقع، فاذا صاروا الاثنين دروات بيربانديكولار، فاذا دي بيربانديكولار على دي بريم. هيك بنكون برهناها. وهلا تحجم الفكره، يعني جرافيك مو انا برايي نحط المعلومه على الجراف انه الاثنين دروات طالعين معي بيربانديكولار، هات لاقول يعني هيدي الزاويه 90 درجه دي ودي بريم بيربانديكولار. بنتقل على البارتي 4. ببارتي 4 قايل لي انه دي بريم كوب اكس بريم اكس بالبوان بي، بدي لاقي الكوردوني للبوان بي. لاحظوا هيدا دي بريم قطع الاكس بريم اكس، هيدي هي البوان بي، بدي لاقي لها الكوردوني لهيدي البوان. طيب شو يعني البوان بي موجودة على الاكس بريم اكس؟ مين بيعرف؟ معناتها يغريك بي ايجال زيرو. ليش؟ لانه البي ابارتيان على اكس بريم اكس. فاذا هيدي اول خبريه لازم نذكرها ولازم نعرفها، انه مجرد البوان، مجرد الدروات دي بريم قطع الاكس بريم اكس بالبي، هذا الدروات دي بريم قطع الاكس بريم اكس بالبي، معناته هيدي البي عندها دغري ايغريك ايجال زيرو. بكتب فورا ايغريك ايغريك للبي ايجال زيرو، لانه بي ابارتيان على الاكس بريم اكس. بيبقى انه بدي اجيب لها الاكس تبع البي، هو بده الكوردونين بده الاكس. طيب بدي استفيد انه البي كمان وين ابارتيان على الدي، فبقول الدروات دي بريم سوري دروات دي بريم عنده الايكواسيون y ايجال موان سور 2x بلس 2. طالما البي ابارتيان على الدروات دي بريم، معناته فيني اعوض الكوردوني للبي بالايكواسيون، وانا معي الاي بحطها محلها بقول ايجال موان سور 2x للبي بلس 2. لما عوضت الـ y تبع الـ b هي 0 محلها، صار فيني جيب الـ x تبع الـ b. هلا هيدي ناقص 1 على 2 x b برجع لها قبل الـ إيجال، صرنا 1 سور 2 x b إيجال 2 طبعا سور 1. بعمل x multiplication هلا بيطلع معي x للـ b. لاحظوا x b فوا 1 x b إيجال 2 فوا 2 يعني إيجال 4. دونك طلعت معي الـ point b عند الـ x 4 والـ y 0. جرافيكمون منطقي البوان بي عند الاكس ايجال 4 واكيد الايجريك ايجال 0. طيب بحي بارتي 2 كمان هيدي بلاها. يلا صرنا بارتي 5 عم يقول لي دي بريم كوب ايغريك بريم او ايغريك بالبوان دي. فاذا دي بريم كوب الايغريك اكس بالبوان دي، هيدا هو دروات دي بريم قطع الايغريك اكس، يعني هيدي البوان اسمها دي. بدنا نجيب الكوردوني للبوان دي. طيب دونك البوان دي هي انترسكسيون بين هول الاثنين دروات. شو يعني البوان دي ابارتيان على الاي اكس؟
دغري بقول x لل d إيجال 0 لأنه d أبرتين على ال y بريم أو y. فإذا لأنه قال لي d بريم كوب y أكس ب ل point d يعني ال d موجودة على ال y أكس فإذا مباشرة x لل d إيجال 0. لما جبنا x للدي بدنا نجيب للy طبعا نحن نعرف انه الدي ابارتين على مين كمان على الدروات دي بريم بجيب الاكواسيون للدي بريم اللي هي y ايجال موا 1 سور 2x بلس 2 بعوض الx للدي محلها نحن فيني عوض الكوردوني للدي طبعا لانه الدي ابارتين على الدروات دي بريم فإذا أنا بدي هلا y للd إيجال مو 1 سور 2 x للd هي 0 ليش 0 لأنه هي على y أكس بلس 2 يعني إيجال طبعا 2 هودي 0 فوا ناقص نص راحت دونك le point d عند ال x 0 وال y إيجال 2 جرافيك ما كتير منطقية إنه le point 2 0 2 طيب بارتي 6 رح جرب بهالمساحة بارتي 6 عم يقول لي د دروات د كوب y بريم او y اون س طيب على الجراف وين الدروات د هيدا هو الدروات د قطع ال y بريم او y يعني هيدي هي البوان س بدنا نلاقي الكوردوني للبوان س شو يعني سي ابارتيان على y اكس طبعا يعني x لل c مباشرة إيجال 0 لأنه c appartient على ال y بريم أو y فإذا دغري بقول x لل c إيجال 0 كيف بدي أجيب لل y c هي أصلا appartient على الدروات d فإذا الإكواسيون للدروات d بدي استخدمها هي y إيجال 2x مو 1 3 منعود y و x للبوان c قداش x لل c هي 0 يعني y لل c بدي اياها ايجال 2 فوا x لل c هي 0 موان 3 يعني 0 موان 3 يعني موان 3 دونك طلعت معنا انه البوان c 0 موان 3 جرافيكمون واضح انه البوان c هي عند الكوردوني 0 موان 3 فإذا كل إتابة بنعملها لازم نتأكد منها على الجراف إنه الفالير اللي عم يطلعوا بدهم يكونوا مبرهنين بمحل البوان جرافيك ما أكيد مش لازم يكون في خلاف بين أي كالكول بنعمله مع الفيجور هيدي كانت بارتي 5 سوري بارتي 6 وصلنا عند بارتي 7 طيب كمان بتمنى عليكم هول بارتيات تنقلوهن انا مضطر محي البارتي 3 وكمان البارتي 4 فاذا بارتي 7 عم يقول لي ببارتي 7 مونتري كو اي البوان اي هي الميليو لا سيغمون أس والبد فإذا بدي برهن أنه الإي هي مليو بنفس الوقت للأس ولا البد كيف برهن الإي هي مليو للأس إذا بدي برهن الإي هي مليو للأس فإذا بدي أجرب استخدم قاعدة المليو بدي أشوف لتكون الاي هي مليو للاس بدي لازم برهن انه اكس اي ايجال اكس ا بلس اكس سي على 2 ولازم برهن y للاي ايجال y للا بلس y للس على 2 بدي برهن هيدا الشيء طيب نحن معنا الاي الاي معنا اياها 2 1 جبناها بالبارتي السابقه والا والب والس كمان جايبينه طيب فاذا بس علي اجرب عوض الكوردوني للاي والا والس بهيدي الريلاسيون تبع الميليو اذا تحققت
بتكون برهنت انا بكون برهنت انا انه الاي هي مليون للاس. قديش اكس للاي هي 2؟ هل هي ايجال قديش اكس للا 4 برهنين 7 بلس قديش اكس للس 0 سير 2؟ فاذا مزبوط 2 ايجال 2 فري لحد هلا. بنجرب الايجريك قديش ايجريك للاي هي 1 ايجال. هل هي ايجال قديش ايجريك للا مطلعين او معنى هي 5 بلس Y للس طلعناها 3 على 2 يعني هل بتساوي 5 بلس 3 يعني 5 3 يعني 2 سور 2 يعني 1 ايجال 1 فري. شو يعني فري؟ دونك فعلا طلعت مزبوط الاي بتحقق الريلاسيون لتكون ميليو للاسي. دونك الاي هي ميليو de segment AC. طبعا نفس الخبرية بدنا نبرهن الاي مليو للسيجمون BD. نفس الاسلوب تستعملوه بتجربوا تقولوا هل X للاي ايجال XB plus XD sur 2 وهل الاي للاي اذا بيساوي YB plus YD sur 2 لازم يطلع فري. هيك بنكون برهننا انه الاي هي مليو لل AC وللBD. ما راح اكتب السوليسيون تبع الاي مليو للBD لانه نفس القصة واضحة. فاذا جرافيك ما منثبت هول المعلومات انه طلعت معنا الاي لاحظوا هي مليو للAC يعني EA ايجال EC والاي مليو للBD يعني اذا بدكم ED ايجال EB. طيب فاذا هيدي كانت بارتي ست. منتقل لعند بارتي ويت بدي محي السانك اذا عم تتابعوا كتابكن قدامكن الجيد طبعا الجيد بارتي ويت عم يقول كل الناتور لا A, B, C, D. شو نوع القدر لتر A, B, C, D وليش؟ هلا احنا هون مضطرين نطلع على الفيجور وطبعا هون أهمية بتبينكم أهمية انه كل شيء برهناه كل خبرية برهناها كل بارتي حليناها هذا الدنيا اللي طلع معنا بنحطه على الفيجور عشان نستفيد منه هلا بهالإتاب بهذه اللحظة بهذه البارتي. لاحظوا اجا قال لي فجأة شوف لي الناتور للا ب س د. انا حوصلكم الب مع الس كمان والأ مع الد وهلا اطلعوا بالكادر لتر أ ب س د. شو نوعه؟ هلا واضح للجميع انه اثنين دياجونال أ س وبيدي عندهم نفس الميليو. شو يعني دياجونال عنده نفس الميليو؟ يعني باراللوغرام اول مرحله. هات لاكتبها اول مرحله بالبرهان انه الاي هي ميليو للبيدي والاي كمان ميليو للآ سي. من وين جبناها الخبريه؟ هو قال لي برهن هالشي بارتي سات. هالشي شو بيعني؟ دونك مبدئيا ABCD شو نوعه؟ باراللوغرام. هلا كمان بالملاحظات اللي عملناها حاطين نحن اشاره اذا بتتذكروا لما برهنا الدروات دي بيربانديكولار على الدروات دي بريم. يعني انا هون شايف انه طالما دي بيربانديكولار لاحظوا بقول له ولكن دي بيربانديكولار على دي بريم. شو يعني دي بيربانديكولار على دي بريم؟ بس قول دي يعني كأني عم قول مين؟ الأسي دروات دي هو مارق بالأو السي. دونك إذا دي هو نفسه الأسي بيربانديكولار على الدي بريم دي بريم هو ذات الدروات دي بي. يعني لما بيكون معي خبر دي بيربانديكولار على الدي بريم هي معناتها مين الدروات دي؟ أي الدياجونال بيمثل؟ أسي. معناتها انه AC دياجونال
بيربانديكولار مين الدي بريم؟ لاي دياجونال بيرمز بالباراليلوغرام للدي بي؟ فاذا الدي بريم هو نفسه في نقول دي بي. فاذا طلع معي خلاصه انه اسي بيربانديكولار على الدي بي. فاذا بس شوف باراليلوغرام عنده بروبريتي زياده حسب الدنيا تبع السؤال انه دياجونال بيربانديكولار. دونك شو بيصير نوع هذا الكادريلاتر؟ دونك ABCD هو اكثر من باراليلوغرام، هو لوزونج. بعتقد هالفكره مرقه معنا السابقه كثير وبتعرفوها انه باراليلوغرام بلس 2 دياجونال بيربانديكولار بيصير لوزونج. هيدي كانت بارتي 8. عندنا بعد 2 بارتي مضطر محي السات. طيب فاذا بارتي 9 عم يقول لي بهالبارتي كالكولي الفالور لام. مين هيدي الام؟ بشرط انه عندي بوان اسمها ال لابسيس ام بلس 1 والاردوني موان ام بلس 2 هي ابارتيان على الدروات دي بريم. طيب هاي الفكرة مرقة معنا أكيد. كيف بدنا نلاقي الفالور تبع الام إذا هذا البوان هيدي اللي عندها الإكس فيها ام والإجراك فيها ام؟ بدنا نلاقي الفالور تبع هالام بشرط إنه هذا البوان ال اللي عنده هول كوردوني ابارتيان على الدروات دي بريم. طيب شو يعني؟ نحن طبعا نحن معنا الاكواسيون للدي بريم y ايجال ناقص 1 على 2 x بلس 2. عم يقول لي انه هل بوان ال ابارتيان على الدي بريم؟ شو يعني البوان ال ابارتيان على الدي بريم؟ يعني فيني اعوض y و x تبع ال بالاكواسيون للدي بريم لأنه ال L appartient على D prime. طيب فإذا هذا الشيء بيخليني أجيب الفالور تبع ال M. ليش؟ لأنه Y لل L هي عبارة عن moins M plus 2. بكتب محل Y moins M plus 2 إيجال moins 1 sur 2 X لل L. قديش قيمة X لل L؟ M plus 1. طبعا في حدا هون على جانب بلس 2 ما خصكم فيها، بتكتبوها لحال. هيدي هي الاكس تبع ال وهيدي هي الايجراك تبع ال. طيب نحن هلا صار عندنا اكواسيون بس شويه كالكول بنحلها بنجيب الام. فاذا حجرب جيب البلس 2 لقبل الايجال بتصير موا ام بلس 2 موا 2 ايجال موا. طبعا هيدي ام بلس 1 مضروبه بالنيميراتور. مين هو؟ 1. يعني فيني اقول النيميراتور صار موا افوا ام بلس 1 يعني موا فاكتور ام بلس 1 على 2. اوكي؟ هي البلس 2 جبتها لورا. صار عندي طبعا راحوا هودي بس موا ام هون ايجال هي الجهه موا ام موا بلس موا 1 على 2. اوكي نعمل x multiplication. فاذا بصير عندي مو ام فوا 2 مو 1 2 ام ايجال ام مو ام مو 1 فوا 1 يعني مو ام مو 1 بتضل بزيح الام لهي الميله بتصير مو 1 2 ام بلس ام لانه جبناها لهون. مين باقي بعد الايجال؟ مو 1. دونك مو ام ايجال مو 1 الور بالاخر ام ايجال ان فيني كانسل لموا مع لموا. فاذا هذا هو الفالور للام اللي بيخلي هيدي البوان ال تكون ابارتيان على الدروات دي بريم. بس شويه كالكول فيها فيكم تجربوا لحالكم مره ثانيه كيف نحلها. اكزرسيس ديس اخر بارتي بالسؤال. يلا فإذا
بارتي ديس عم يقول بدنا نلاقي الإكواسيون de la droite. لاحظوا اسمه U. شو بيأثر يكون اسمه U؟ أول مرة بيقطع هيك اسم لدروات صح؟ فإذا دروات اسمه U شو عامل؟ مارق ب البوان C وهو بارالال لمين؟ أي اللي لدي بريم. فكرة مش جديدة مرقة معنا قبل بمرة. بدي لاقي الإكواسيون لدروات اسمه U مارق بالبوان C وبارالال لدي بريم. شو يعني بارالال لهيدا الدروات دي بريم؟ طبعا مارق بالبوان C وبارالال لدي بريم من حيث المنظر. إذا كان بارالال لدي بريم هيدا الدي بريم بارالال لإله ومارق بالC بسيطة القصة. شكله مبدئيا هيك تقريبا تقريبا هيدا الدروات بارالال دي بريم واسمه U. بدنا نلاقي له الإكواسيون. هذا الدروات واضح انه شكل الإكواسيون اللي له الفورم ريدريت Y إيجال AX بلس B لأنه أبليك صح؟ يعني مش X إيجال كونستانت ولا Y إيجال كونستانت ولا هو مارق بالأوريجين. دونك دغري بقول U نقطتين Y إيجال AX بلس B هيدا الفورم ريدريت للإكواسيون للدروات. قديش البونت للU بدنا اياها وبدنا نلاقي الB. فاذا هون الU قايل لي انه بارالال لدي بريم. هيدي كثير مهمة الخبرية. بقول البونت للU ايجال البونت للدي بريم. قديش البونت للدي بريم؟ لاحظوا هي ناقص نص. يعني ايجال ناقص نص. ليش؟ لانه دي بريم بارالال للU عشان هيك عندهم مام بونت. فإذا هذا البونت جبناه ألور بقول الU صار عنده إكواسيون Y إيجال AX ناقص نص الA. فإذا هذه AX بلس B بعد بدنا نجيب الB بدنا نستخدم بوان إجباري تكون أبارتيان على هذا الدروات. هو قايل الدروات U باسان بار C يعني فيني أعوض وأستخدم الكوردوني للC. قديش Y للC معنا إياها؟ موان 3 موجودة بالسؤال سابقا جبناها نحن. Y للC موان 3 إيجال ناقص 1 على 2. قديش X للC معنى إياها 0 بلس B. فإذا الB إيجال موان 3 طبعا ناقص نص ضرب 0 راحوا. دونك خلصت الدروات U عنده الإكواسيون Y إيجال ناقص نص X موان 3. هيدي هي البي طلعت معي موان 3. لاحظوا اصلا جرافيكمون اول ما رسمت الدروات U انا اذا سالكم قديش الفالير تبع البي نحن بنعرف انه هذا الدروات هذا الدروات عنده الايكواسيون Y ايجال AX بلس B. بتعرفوا انتم انه هيدي البي هي الاردني على الاوريجين. يعني هيدي البي بالضبط هي الفالير محل ما هذا الدروات بيقطع على Y اكس. طلعوا بهذا الدروات هذا الدروات U وين قطع الـ Y أكس؟ بالبوان C. أدل الـ Y هون أدل فالير هون موان 3. يعني هيدي هي البيتا بعد الدروات هي واضح جرافيك مو انه هي موان 3 وهيدا بارالال للدي بريم. يعني واضح انه البونت اللي له إيجال البونت للدي بريم اللي هو ناقص نص. فإذا انه بالتالي هالإكواسيون كتير واضح انه هي صح. الإكواسيون للـ U Y إيجال M1 sur 2x, M1 sur 3. بذكركم انه البونت هون بس يكون نيجاتيف. يعني هذا الدروات بقول عنه انه هو ديكرواسون. يعني الدروات U من الشمال على اليمين عم يكون نازل ديكرواسون بنسميه. مثل الدي بريم كمان من الشمال على اليمين باتجاه اليمين عم ينزل الدروات. فاذا بيكون ديكرواسون بهالحالة البونت بتكون نيجاتيف. هيك بنكون خلصنا اكزرسيس 12 كان شامل ومهم جدا. بتمنى عليكم تقروا السؤال منيح تكتبوا السوليسيون اللي عملناه وتجربوا تحلوه لحالكم مره ثانيه. بشوفكم بالفيديو الجاي. يعطيكم العافيه.